السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم جبت لكم الفيديو اللي غادي يعجبكم، الفيديو ديال العبايات للبيع. درتهم لكم ماشي كحليل كما وعدتكم، مازال غندير لكم الكحليل، ولكن درتهم لكم مخلطين. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، اللي عجبته القناه ديالي، اللي ما مشترك معايا في القناه يشترك معايا ويفعل الجرس باش يوصلك كل جديد، وما تنساونيش في لي لايك، الله يجازيكم بخير الا جات على خاطركم. وبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم باش يوصلكم كل جديد، وان شاء الله نعطيكم شي حاجه احسن من هذا الشيء اللي عطيتكم. ان شاء الله غنعطيكم في عبايات للبيع، غنعطيكم في تعليم البصله والخياطه، وان شاء الله نتمنى يكون عند حسن الظن ديالكم. كنشكر الاصدقاء ديالي القدام الجداد اللي غيدخلوا معايا جداد. كنشكر الاصدقاء ديالي داخل المغرب وخارج المغرب، جاتني التلافه. شكرا 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 لكم على التعليق ديالكم الزوينين، وعلى لي لايك ديالكم ولهلي خطيكم عليا، وشكرا لكم مره اخرى وانتم معايا. غادي نوريكم العبايات، ما غاديش نلبسهم معاكم هذه المره، لان ما الا بغيت نلبسهم كيطلبوا الوقت بزاف، وانا مزيره في الوقت شويه اليوم، ولكن غادي يبانوا لكم، واخا ما نلبسهم غادي يبانوا لكم، غادي نلبسهم المكان. شكرا لكم وانتم معايا، بقاو معايا من الاول ديال الفيديو حتى الاخر ديال الفيديو. العبايه الاولى البنات درتها لكم في هاد التوب ديال ندى، هذا التوب ديال ندى كما كتشوفوا، وهذا بحال الشكل ديال الحرير، جات غزاله وجات زوينه. ها هي شفتوا اللور كلها كحله، ولكن القدام درنا القدام بحال هكا، هذه كتجي في تقريبا على بعد 40 او 38 سنتيم تكون هذه. الكمام درتهم كلشي كحلين، غير هذا الفوق اللي سميتو باش يكون، باش تكون هذا بارتي كلها دايره هكذا. كنتمنى يعجبكم، ميتين وخمسين درهم. رغلة على مسكين، ميتين وخمسين درهم وتجيك العباية ديالك تال عندك، زائد 50 درهم ديال الأمانة اللي كنتي بعيد. وجبت لكم الغايي، كنظن هادو هذا الشكل ما عمرني حطيتو لكم واحد الخطره، ولكن ماشي هذا الغي، هذاك عريض شويه، وتوب هذاك ساتان، هذا لا، هذا التوب ديالو زويون كما كتشوفوا هانتوما. هادو البنات اللي بغات الطراقات كنديروا ليه الطراقات، واللي بغاهم بالحزام كنعطيو الحزام معاهم، كنعطيو الحزام معاهم واخا عندهم الطراقات، باش اللي بغى يلبسهم محلولين ما كاين حتى مشكل. هانتوما فنين زوينين ياكم. وما نسيتكم حتى في الكحل، وريتكم واحد هذه كنديروا لها الدونتيل بحال هكا، وفهنايا كتمشي كلها بهذا الدونتيل. هذا الشبكه كما كتشوفوا كيجي، نوريه لكم على القريب باش يبان لكم، هانتوما بحال هكا، وكيجي هابط، كيجي هابط من هنا هابط حتى لتحت. عندي الاشعه ديال الشمس ما كيخليوش الضو يبان، هو هذاك. هادو غادي نعطيكم مازال شكلات اخرين ان شاء الله في فيديو اخر، غنعطيكم شكلات اخرين يكونوا زوينين. وهانتوما بقاو معايا من الاول ديال الفيديو حتى الاخر، نوريكم الشكلات اللي عندي. هادي درناها كلها كحله هانتوما كتشوفوا، ولكن في لاباتخين هنايا درنا لي هاد الغي هنايا، ودرنا في الكمام بحال هكا، جات زوينه، والتوب ديالها البنات زوين. هانتوما غادي نحاول نلبسهم المكان باش تشوفوهم لابساهم المكان، غادي يعجبوكم ان شاء الله. وعندنا هذه بحال هذيك، غير هذيك في هذيك بلون كاسي، وهذه في بحال شكل ديال الصومو، بحال لا قرفي شويه. هانتوما هاد الغي كيجيو زوينين الا تلبسوه، هانتوما الا تلبسو كي دايرين شفتوهم. وكاينه هذه بحال الاخرى حتى هي، دي درنا ليها غير في لو بوتخين فاش درنا بحال هذيك بلون كاسي اللي فيها الغي بلون كاسي، حتى هذه جايه غير في لو بوتخين، واللون كله كحل.
دابا وريت لكم كل واحد لاصيغي، وريت لكم وحده وحده وحده. وعندنا حتى هادو اللي حطيت لكم في الفيديو اللي من قبل، هادوك تباعوا، غير عندنا درنا منهم وحدين اخرين. هادو ما عندهمش في هنايا اللور، ما عندهمش الشبكه، عندهم الشبكه غير من القدام كما كتشوفوا. غادي تشوفوهم في المكان اللي لبستهم وتبان لكم كي دايره. كاينه هادي حتى هي، غير هادي الشكل ديال الكمام ديالها ماشي بحال دوك اللي درت لكم في الاول. المهم هادي دايرين بحال هكا، بحال هكا كمامها. وفي التحت عندها الدونتيل الشبكه بحال، غير هو صغير شويه، ما درناش عالي. وهادو هما العبايات اللي عندنا اليوم البنات، كنتمنى يعجبوكم. ان شاء الله غندير لكم فيديوهات اخرين ديال العبايات للبيع. المهم اي واحد بغى شي موديل عاجبو ولا شي حاجه، غادي نحط لكم النمرة ديال الواتساب ديالي تحت الفيديو، تحت الفيديو. اتصل بيا في الواتساب وانا غادي نتواصل معاه. الناس اللي بعاد اسمحوا لي على الصداع، الناس اللي بعاد انا كاينه في مدينه اكادير، الناس اللي كاينه على خارج اكادير كتوصلهم الامانه ديالهم حتى للدار، كنصيفطو في امانه. كيشريهم 250 درهم، و50 درهم اللي بعيد كتزاد عليه 50 درهم ديال الامانه، يعني تكون 300 درهم وكتوصلو حتى لدارو، حتى كيدق عليه مول الامانه ويعطيه الامانه ديالو. الناس اللي قراب ليا كيقول لي انت فين كاينه، اين بلاصه ساكنه، فين عندك المحل. انا كاينه في مدينه اكادير بالضبط، في مدينه انزكان، قلتها ديجا في الفيديو اللي قبل. في مدينه انزكان انا كاينه مورا صحراء مول، الشارع اللي كاين في مورا البنك الشعبي اللي كتمشي معاه نيشان حتى لدار الشباب، تما شارع عبد الله قنون رقم 72 الحي الحسني، تما فين انا كاينه. مرحبا بكم، مرحبا بالاصدقاء كاملين، لا القدام لا الجداد، اللي غيدخلوا معايا جداد. وما تنساونيش في لي لايك. الله يجازيكم بخير، بقاو معايا من الاول ديال الفيديو حتى الاخر ديال الفيديو باش نحطوهم في مكان، باش تشوفوا تعطيو لي الراي ديالكم واش عجبكم. اللي عجبتو شي حاجه يقول لي عجبتني، واللي شي حاجه ما عجبتوش يقول لي ما عجبتنيش، ما كاين حتى شي مشكل. شكرا لكم، الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.